أرجوك رجاء خاص اطلعي، لا أسوي فضيحتك في الشركة ذي كلها. اطلعي. ليه كذا؟ ليه قاعد تغلط على واحدة قاعدة تحبك؟ ولا خلاص؟ ولا خلاص بنت العنيد تلاحست مخك؟ لكن لا كلم الكلام. بتكفرين بعد؟ اطلعي برا ما تفهمين؟ لا تكلم الأمن ولا شيء. أنا اللي حطلع لحالي. بس بقول لك كلمتين. راح تندم يا خالد. أنت لسه ما تعرف مين ليلى. حتعرفها إن شاء الله. أنا ابنك يا حلو. بس بس خلاص. فتحتي علي مرة واحدة. أنا على بالي كبرتي وعقلتي. لا والله خليت لك العقل يا استاذ بدر. بعدين ما ادري مين لازم يعقل ويكبر، انا ولا انت؟ مو بكافي جاي من غير ما تقول. تذكرين اول ما شفتك في سويسرا لما طحتي فيني طيحه؟ وشلون انسى اصلا يومها قلت هي قله الادب. اي بس تذكرتي هذه يعني. نسيت اللي سويتي فيني. لا اكيد ما راح انسى. نسيت البهدله. مستحيل انسى اصلا. تفضلي. وش ذا؟ افتحيه وشوف. خاتم؟ راتيها. انت لبسني اياه. الله عجيب. ذوق. اصلا ايدي جايه لمحلي الخاتم. احب. اموت فيك. بعد ما تبين اي. انا تطردني يا ولد الواصل؟ انا تطردني عشان الخايسة؟ أنا تطردني عشان حبيبة القلب النذلة؟ أكرهكم! أكرهكم كلكم خايسين! أكرهكم! وش اللي صاير؟ وش فيك؟ ولا شيء يما. خليني يما، خليني دقيقة. وش اللي خليني دقيقة؟ صار لك أكثر من ساعتين وأنت حابسة نفسك في الغرفة، حتى غدا ما تغديتي معانا، حيكون تهاوشتي مع نورة. ما أبغى شيء يما. قاعد أقول لك خليني دقيقة لحالي، إيش فيك؟ بس! أعطني صوتك. بيسمعنا الحين سعود، وش أقول له؟ خليه يسمع. انتم السبب اللي خليتوني قدام الناس مضحكه، اللي يسوى واللي ما يسوى قاعد يضحكون علي. لا لا لا، انت بنت طبيعيه، اجلسي خليني اقرا عليك شويه. اجلسي. ما ابغى شيء، ما ابغى شيء يما. وتكفين تكفين، خليني لحالي، بس ابغى اقعد لحالي. خلاص خلاص يا يما، هدي شويه، هدي علشان خاطري. ليلى حبيبتي، اذا على الطلعه خلاص انا اوعدك اني اكلم سعود واخليك تطلعين. وش تبغين بعد اكثر من كذا يا يما؟ ما ابغى. ولو كنت ابغى اطلع حطلع الكيفي، لا ابغى اخذ راي سعود ولا راي ابوي. انا كيفي اسوي كل شيء اللي انا ابغاه. انا ماني بزرع عندكم. لا لا اسوي شيء اللي تبغاه. وش اللي تسوي تبغاه؟ لحظه لحظه، تمزح تمزح بس هي علشان متوتره. هي من رجعت من السوق وهذه حالتها. رجعت من وين؟ من السوق؟ ومن اللي قالها تطلع؟ انا يما ما قلت لك ما تطلع من البيت ولا تعدي غرفتها. ما يخالف يا ولادي علشان خلاص خلاص يما، اصلا انا لقيت اللي يفكنا منها ويريحنا من مشاكلها. وش قصدك يا سعود؟ قصدي ان الخميس الجاي ان شاء الله الرجال بيجي يشوفها، تقدم لها مني وطلبها وانا وافقت. يعني قصدك معرس؟ معرس. والخميس الجاي ان شاء الله. ياسمين افهميني، السالفة ما فيها ترى. ممكن تعطيني يومين وانا ارجع اكلمك؟ وش اللي يومين؟ انا مرة تعبانة ومالي خلق اتكلم بشيء، ممكن تفهمني؟ اوكي ياسمين اللي عجبك، رغم اني توقعت اني اول واحد ممكن تلجئي له اذا صارت لك مشكلة. انا مضطرة اقفل الحين،
يلا مع السلامة. ياسمين عليك جمال تنزيل مساء يا إنسان صحيح بتصدع عبد الله لسه الهلا بتذكر أيام ما كنا نروح عمو سليمان على المزرعة مشان نركب الحصان لا ما أتذكر الجلسة تقوله إلا أنا أتذكر ما كنت أطيحي جوجو هلا وقت الفضايح جوجو خير إن شاء الله اسمها جود مو هو بجوجو ايه جوجو كل عمرنا من نادي لجوجو صح؟ ايه هو صادق يعني متعودين كذا ايه هي وعبد الله ذكرت ايام زمان ذكرت قديش قضينا ايام حلوة ايه بالفعل كانت ايام رائعة وجميلة قضيناها الا ما قلتي وش اخبار البزنس معك؟ لا البزنس قصة تانية تماما نشرب فنجانين قهوة ونحكي على رواق أنا بروح أنام يما أنا بروح أشوف إيش فيه معلش يا جماعة اعذرونا شوي عبد الله تعبان وإحنا جايين أبو ظبي على أساس إنه يغير جو خير سلامته شو بي عبد الله وقف نعم وش تبين انت كيف تمشي بالطريقه هذه شو تبيني اسوي اسكت لكم انتم تضحكون ويسوي لك كذا الخرابيط ذي مو بحلوه عشان ابوك مو حلوه تفضل واشربي الشاهي يا ربي 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 ذبحتني ضحك ما يقهرني الا روقانك ذا اللي ما له داعي يرجع لدوام ان شاء الله يا اخي صدق خالد ليلى هذه مصيبه مصيبة مصيبة ما توقعتها كذا وش فيك كذا أحس أنك تبي تتعرف عليها إيه زي أنك فهمت ترى صداقة بس تبكي البنت هذه شيطان عمري بحياتي ما شفت أخبث منها يا أخي تروع لا وأنت بعد شطرد المحترمة يا أخي قوي وجه وهذا اللي قاهرني يا تركي يا أخي أول مرة بحياتي أتعامل مع بنت بالشكل التف ذا خالد بصراحة حلوة بنت هذا اللي يهمك بيني وبينك أنا قلت تحت اللثمة شيء مو طبيعي واحدة قمر ولا العطر يا ويلي العطر للحين أشمه تركي لا تخليني أندم إني جبتك عندي هنا الزبدة ياسمين وش صار معها وش سويت وش ما سويته ياسمين ما تدري شلون يعني فهمني لأني بالأساس ما قلت لها ليش ما علمتها ليه كنا ناوي على لعبة ولا شيء ترى ما يصير خلاص هدي يا خالد أخي أنت صاحي أنا ما ناوي على شيء بالحلال ممكن تفهمني ليش ما علمتها؟ أبعلمك حقيقة يعني أنا مو عارف كيف أعتذر لك على التصرف اللي صار لكن الآن طبعاً بعد ما عرفت المشكلة اللي فيها عبد الله تعذره يعني وأنت يا فادي عبد الله طبعاً زي أخوك أرجو أنك تعذره لا عمو شو هالحكي ولو إذا بدك أنا من بكرة الصبح بطلع لعنده وباخده مشوار وبخليه ينسى كل الوجع لا ما له داعي قصدي يعني ما تقصر مشكور ولا يهمك أختي مع عبد الله عبد الله مثل فادي ابني ولا لا ولا أنا مش زعلانة منه أنا زعلت عليه إن شاء الله يقدر يتجاوز هالأزمة على خير ياسمين معقول بهالبساطة رح تتخلي عن حبك ولمين لبنت مفعوصة إسا ما فقست من البيضة يارا هذه أختي أي وشو يعني أختك معلش ياسمين ما تزعلي مني بس اللي عم تتصرفيه مو صح لا تزودينها علي أنا كذا رضيت أضحي بكل شيء عشان أهلي هذا قدري هيك يعني صورة الأخت اللي ضحت شو مشان حبها كرمال أختها يارا بلا يارا بلا حكي فاضي اللي عم تحكيه ما بيدخل للعقل شو معناها يعني؟ إيش اللي إيش معناها؟ بلا ما أقلك لأنك رح تزعلي مني طيب وخالد شو رأيه بالموضوع؟ كلمني اليوم طلبت منه يكلمني بعد يومين مع أني حاسة أنه كان في شيء يبغى يقوله يعني أنت ما سمعتي له؟
لا. طيب ليش؟ مدري، خفت. أنا ما أصدق، ما أصدق إن أنت عبد الله. إلا أنا عبد الله، بس عبد الله هذاك مات، مات مع ضاري. بالفعل أصبحت في نظري إنسان ميت طالما مصر على الأفكار هذه والمعتقدات الخاطئة. أنا ربيتك وعلمتك علشان تفيد بلدك وتخدم أهلك، مو علشان تتصرف لي تصرفات غير مسؤولة. بعد إذنكم أنا رايح أنام. تصدق أشم ريحة مو بحلوة في الموضوع، في شيء بس وشو؟ ما أدري. أنا زيك ماني مرتاح، ما أدري أحس في شيء. شو اللي داق علي؟ المطيرة مي. أخص، ما كان في أحد في العالم إلا أنت، كلهم على خالد. هالبنات كلهم خالد خالد، ما بقول له يتجمعون يطلعون الشارع خالد خالد. والله أنت مهين يا يا أخي، ما شاء الله دمك خفيف ذا الأيام. أشوف خلك من ذا الكلام، سالفة وشي السالفة يا ابن حلال؟ وعدت أم يوسف إني أكلم بنتها مي وأقنعها إني ما أحبها، بس ما أنت عارف كيف أقول لها. ما تقدر ولا ما تبي الخبيث؟ ترى أنا تركي خويك وأعرفك زين. تدري والله من الخبل أنا اللي أفتح لك قلبي وأعلمك كل شيء. إلا يا حبيبي عندي قلب، عندي أحلى قلب، بس ماني مثلك أقفل على شخص وخلاص، أخلي مفتوح زي العصفور يرفرف على كيفه يروح. تدري يا حبيبي أنت مروق وسوالفك واجد، بروح البيت أبرك لي. خف علينا اللي عندك سالفة الحين، هذا أنت كل ما قلنا شيء زعل وطلع، هذه عاداتك يا أبو خلود. إيش راح نسوي مع عبدالله؟ الولد تغير يا عبدالله، تغير تمام، لا احترام لي ولا شيء. ما يخالف، لو هو غلطان انت ابوه احتوي. ما ترك لي مجال، لبس ثوب التدين وهو ما يفهم منه الا المظهر فقط، واخرته اللي شفتي. اهم شيء ما تغضب علي، عارفه ان قلبك محترق منه. أشوف أشوف. قولي لأبوي وأمي لا عاد ينتظروني، حياتهم ما تلزمني، أنا رحت عند الجماعة اللي بيحطوني على الطريق الصحيح. عبد الله أنا ممكن أعرف أنتوا إيش شغلتكم هنا؟ ما أبغى أسمع تبريرات، سؤالي واضح، أنتوا إيش شغلتكم عندنا؟ طيب دامكم تحافظون على الأمن في المبنى، كيف وأنا صاحبة المبنى يصير معي كذا واحد يدخل ويضرب كفراتي ويمشي وأنتم مو شايفين شيء؟ إيش معناه؟ معناه أنكم مهملين ومو شايفين شغلكم عدل. لا والله آسفين، والمفروض إيش؟ أقول لكم أوكي؟ من بكرة ما أبغى أشوف أي واحد منكم عندنا، مفهوم؟ ماندا اسمعي، تسوي عقد مع شركة ثانية، شركة أمن، إيش أي شركة؟ هذول ما أبغى أشوفهم عندي مرة ثانية. إيش اللي ما يصير؟ لا يا حبيبتي هذا أهمال وأنا ما أحب الأهمال، بكرة يجيني ضيف يصير نفس الشيء معهم وتفشل؟ خلاص زي ما قلت لك، باي. يما حبيبتي قومي أكلي شوية علشان صحتك. طيب علشان خاطر أمك
بس شوية شوربة. الله يما ما خربها إلا أنت ودلعك. هذه بنتك ما فيها شيء، قطوة بسبع أرواح لا تهمك. ترى هذه أختك، ما هي عدوة لك. وش فيك عليها؟ صاير أقول لك بدل الوقفة هذه روح جيب لي موية وايد أحسن. أقول هاي أنت ليلو، ترى حركات الأفلام ذي ما تمشي علي ها؟ المعرس جاي جاي وغصب عليك بعد، وهو اللي بيربيك ها؟ ما في يمه يمه، والله اني خليك تشتاقين لسعود وكفوفه. انت ما تستحي على وجهك، ما تشوفها تعبانه؟ اكيد انت قايل لها شيء. اقول اطلع برا الغرفه وايد احسن. اطلع. الله يهديك بس. يمه تعالي تعالي حبيبتي، ولا يهمك من احد. طول ما أنا عندك لا تخافي. خالد وش في صوتك؟ قلقتني. زي ما أنت تعرفين يا خالتي أني أحب ياسمين، بس ما أدري شلون أقول المي أني أحب ياسمين. فهمت، بس ما أدري وش أقول لك. هذه بنتي وهذه بنتي بعد. حبيت أقول لك أنه عندي فكرة، بس إن شاء الله أنك توافقين عليها. وش فكرتك؟ يلا قولي. يعني لو بس تسمحي لي أني أقابل مي وجه الوجه لحالنا. لا يا خالد، كيف تقابلهم لحالك؟ لا أرجوك أنك ما تفهميني غلط. ممكن أقابلها في مكان عام، أو حتى ممكن تجي الشركة عندنا إذا أنت بتسمحي لي. لا أنا مو بموافقة. كيف تقابلها في مكان عام والناس لما يشوفونك معها وش بيقولون؟ مي ما أعتبرها إلا زي خواتي داليا ومنار. حتى لو مي بنتي وأعرفها زين، مي إذا براسها شيء ولا أحد يقدر يغيرها. وبيني وبينك خايفة عليها من الصدمة. يا خالتي ودي تعرفين انه ياسمين لحد الآن ما تكلمني، ومنيتي انك تخليني اقابل مي وافهمها علاقتي مع ياسمين، على الأقل ترجع علاقتنا زي اول. استغفر الله العظيم. تدري كيف خالد؟ خلاص سوي اللي قلت عليه وخلنا نشوف ان شاء الله نلاقي حل حق الموضوع. بارك الله فيك يا خالتي، يعطيك العافية. الحمد لله اني شفتك قبل اسافر. ليش تبي مسافرين اليوم؟ ضروري اليوم يعني؟ مو قلت لك عبد الله وش سوى؟ لازم نرجع عشان نلقى حل الموضوع. بس حبيبتي احنا يعني ما لحقنا نشوف بعض سوليف. صح، حتى ما بعرف متى اشوفك مره ثانيه. جود مع واحد ماسك يده ويتمشى معاه. منو هذا الواحد؟ يما هذا فنان تشكيل. يما كنت اسلم عليه بس يما والله كنت اسلم عليه. سلمين عليه؟ هذا اخر تربيتك اللي اخذها يا مدام، هذا اخر التربيه. افكر في عبد الله ولا افكر فيها ولا افكر فيك؟ خلاص ابا عبد الله ذبحتوني. يا اخت اللي قاعد يصير اشوفها منها ولا من عبد الله بس. لا تحسبين اني جيتك علشان بلغت الشرطة، لا بالله، لكن حسيت ان اللي سواه ولدي جامع عيب في حقك وحقك على راسي. خلاص عمي ولا يهمك، اصلا جيتك هذه مرة كبيرة بالنسبة لي. الله يشكثر حلوة طالعة منك كلمة عمي. خلاص يا بنتي صفين السالفة. خلاص اجل يا عمي. تدرين أنا كنت أعرف أبوك الله يرحمه، كان من أحسن الناس. تسلم يا عمي، ما عليك زود. اسمعي جاتني فكرة، إيش رأيك أطلبك لولدي سيف؟ أنا وش قلت لك يا سعود؟ قلت لك مالك شغل في أختك، لا تتدخل فيها. بعدين تعال قل لي وش سالفة هالمعرس اللي أختك مرضت بسببه؟ شلون ما لي دخل فيها الله يهديك؟ شلون؟ ترى مهما كان ليلى أختي، بس بصراحة أشوف إن أحسن حل المشاكل ليلى إن نزوجها. والله هذا أحسن حل عندك يعني؟
انت شفيك ما تحس؟ ما فيك قلب؟ هذه اختك حرام عليك، ما هي بغريبة. بعدين وشو؟ ليش تبي تزوجها؟ هذه مريضة خاف الله فيها. طيب اللي تشوفونه، بس تراني بقول لكم شيء، انا حاولت احميها حتى من نفسها، لكن بكرة اذا جتكم ووطت وجوكم تحت التراب لا تجون تلوموني، انا سويت اللي علي وبس. سعود وش السالفة؟ قلبي يقول لي ان في شيء وانت خاشع عنه. لا ما في شيء، على اذنكم. انا خلاص بمشي. اوكي طيب، فيني اسالك سؤال شخصي ياسمين؟ اي تفضلي. انت في حدا بحياتك يعني قصة حب، حدا ترتبك فيه شيء غير العيلة والشغل؟ حبيبتي حتى لو في، انا انخلقت للشغل والمشاكل بعد. معقول؟ تعرفي انه انت اللي بيشوفك بيقول انك اسعد انسانة على وجه الكرة الارضية، وانه عندك ما ناقصك شيء ما شاء الله. هذه الصورة اللي لازم تظهر قدام الناس، وانا لازم اظهرها كذا واحافظ عليها. طب ليه ما خليكي فعلا سعيدة؟ يعني انه بالاخير ما في شيء بيستاهل يعني. معليش بس انا مرة متأخرة، عندي مشكلة بالبيت لازم احلها. بعد كل هذا اللي حكينا شو اسوي؟ هذه حياتي. يلا عن اذنك. يلا حبيبتي باي. وين رايح؟ بروح غرفتي. خليك معنا. وش بنعمل الآن بسالفة عبد الله؟ والله ما أعرف، حتى المسجات ما يرد عليها، الظاهر جواله مقفل. خلاص ولدي ضاع. زين، ما في داعي للتشاؤم يا أم عبد الله. تعالوا بس خلونا نفكر وش بنعمل بسالفة عبد الله هذا. تقوله غير صحيح يا شيخ. شلون تبينا نقتل اهلنا وجماعتنا وناسنا وهنا في بلدنا بعد؟ انهم المنافقون، ولا عهد لهم ولا ذمه، وليسوا باهلك. منافقون؟ كيف منافقون يا شيخ؟ اللي تقوله كلام ما يدخل العقل. طيب اسمع، انا بقول لك حاجه. اسمع انت. كان في قلبك شك فدعنا نكمل رسالتنا، واذهب أنت إلى حياة الفجور والفسوق التي كنت فيها. ماما تتوقع المقابلة هذه بتجيب نتيجة؟ قلي إن شاء الله، بس خليه تروح. ماما ياسمين أنا مرة مبسوط، أحس أني أسعد وحدة في الدنيا. إن شاء الله دوم ولي مي. ماما أنا متأكد أن خالد رجال ونيته صافية ويبي يخطبني، عشان كذا هو خلاني أجل عندك أستأذن أنه عادل وأطلع معه. الصراحة هذا التصرف مو محترم، كيف يرسل لك مسج ويقول لك هالكلام؟ يا ماما هو يبغى يقابلني عشان ياخذ موافقتي قبل ما يرسل أهله. وش حقه؟ هاي ياسمين وش رايك؟ أنت أكثر واحدة تعرفين خالد عاد، قولي أي كلمة. صح خالد ما يسوي شينا. ماما اسمحي لما هي تروح تقابله. يا الله أحبك أنت أحسن أخت، بس يا أختي أنا ماني فاهمة، هو ليش خلاها بعد بكرة؟ ليش ما خلاها بكرة يعني؟ لا غيم وتنزاح إن شاء الله. لا تحاتين، ما قلتي لي شو أخبارك مع أبوك؟ إن شاء الله السالفة عدت على خير. لا والله ما عدت، الحين زعلانة علي وقال لي حسابك بعدين. ما أعرف، أحس كل شيء مطبق فوق راسي، أحس كل شيء جاي مع بعضه، ما أعرف كيف. جود طولي بالك، خليك قوية مثل ما عرفتك. أهلك محتاجينك وأنا بعد محتاج لك. سمعي، إذا تبيني أروح أقابل أبوك وأشرح له أنا مستعد. من جدك؟ الحين وقت السوالف هذه؟ أنت انجنيت؟
ماشي حاضر. مثل ما تبين إن شاء الله على راحتك. عموما أنا باكر مسافر إن شاء الله على سويسرا. تبين شيء؟ بس مثل ما قلت لك خليك قوية. تماسكي. عشان يا حبيبتي. أوكي؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا بدر إن شاء الله. الله يا خالد يا زينك، بكرة الكل بيعرف عننا، بتصير أصلاً أحسن قصة حب. بس تتوقع من يحب الثاني أكثر؟ أنا أحبك أكثر ولا أنت تحبني أكثر؟ يومين كلها وراح نشوف من يحب الثاني أكثر. تصبح على خير. ياسمين أنا آسف إني جيتك بهالطريقة، بس شو أسوي؟ لا تردين على اتصالاتي، وبعدين قلت أقابلك قبل لا أقابل المي بكرة. أنا قلت لك من قبل أنا مستحيل أكسر قلب بختي حتى لو على حساب حياتي كلها. إيش دعوة؟ حتى لو على حسابي أنا؟ أنا أدري إني حطيتك بموقف مرة صعب، بس غصب عني. خلاص لا تشيلين هم، أنا بكلمها بني السالفة كلها. تقدر؟ أكيد أقدر. هو في حل ثاني؟ ياسمين أنا مستحيل إني أخسرك بعد ما شفتك، مستحيل. طيب ما تبين تعرفين السالفة اللي بغيت أقولك إياها وأنتي رفضتي تسمعيني؟ سالفة وش؟ سالفة ليلى. ليلى؟ كل هالحكي اللي عم تحكيه واللي بدك تحكيه ما له عندي قيمة. شو اللي له قيمة بابا؟ إنك ترفض بهالطريقة الظالمة؟ الله يسامحك، هلا أنا ظالم؟ ماشي ظالم، ومع ذلك ما ممكن أقبل هذا الشخص اللي ما بعرف منين جاي. بابا أنا لو مهمة عندك، أنا بعرف إنك عندك أصحاب كتير، رح تتصل وتسأل عنه. هلا بدي أسأل عنه بآخر الدنيا؟ طب بنتك مو غالي عليك؟ مو غالي عليك لحتى تضحي شوي وتبذل مجهود كرماله؟ لا لا، لأنه بنتي ما بتعرف من مصلحتها. كيف ما بعرف مصلحتي؟ أنا من حقي أعيش التجربة حتى لو فشلت. يارا هذا الحكي مو مقبول. إن شاء الله مفكري حالك رايحة تشتري فستان أو شنتاية، إذا ما عجبتك تاني يوم ترجعيها. بابا أرجوك أرجوك تفهمني، أنا بحبه. لك خرسي خرسي، عم قلك عيب تحكي مع أبوكي هيك. بزر أنا اللي غلطان تركتك تربي بعيد عني، بدك إعادة ترباية أنتي. لا بابا اسمح لي، أنت بتعرف أنه أنا مرباية كتير منيح. أنا ما عملت شي وما طلبت شي، أنا بدي أتجوز الإنسان اللي أنا اخترته. يا رب بكفي، يا بكفي، اليوم آخر يوم نفتح هذا الموضوع، مفهوم؟ لا بابا لا، أنا رح ضل مصرة لأنك رح توافق. وأنا يا ستي ما رح أوافق وما رح أقتنع. شو بدك تعملي هاي؟ بدك تتجوزي من ورائي؟ لا أنا ما قلت هيك، بس أنا في عندي أمل، في عندي أمل أنك توافق. إن شاء الله أنا بحل الموضوع، بس عطني يومين ثلاثة بالكثير وأبد كل شيء بيكون جاهز، بس أنت بلغ الشباب وعلمهم. أبد بإذن الله إن شاء الله. تحياتي، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق؟ ليلى سوت كل هذا؟ تخيلي، وأكثر بعد. ما صدق، بنت هذه فعلاً مو طبيعية. لو تشوفين شكلها وشلون كان. إيش قصدك يعني؟ يا ياسمين هي سوت كل شيء ممكن تسوي بنت عشان تكون في أحلى صورة لها. يعني كانت بأحلى صورة؟ عجبتك؟ تبين الصدق؟ والله ياسمين مستحيل رجال يشوفها ولا يعجب فيها. طيب تبغى تشرب شاي، قهوة، أي شيء؟ طيب أتبيني أقول لك شلون كانت؟ لا ما يهمني، الظهر مرة أنت مهتم لها، لفتت انتباهك؟ ياسمين طارين علي؟ لا طبعا، مين ليلى عشان أنا أغار منها؟ تدرين يا ياسمين، أنا من يوم شفتك عفت البنات كلهم، ما عاد أبي أشوف ولا بنت.
ابو سلطان ليه تاخرت؟ والله تعبان. سلامتك. ابو سلطان! سميحه! سميحه شو اللي بيلحقوا علي؟ ابو سلطان! سميحه شو اللي بيلحقوا علي؟ مصادر صحفيه. عبد الله يا هلا بولدي، هلا حياك الله. هلا 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 بولدي عبد الله، هلا شلونك؟ ساك طيب؟ هي زين انك رجعت لنا سالم من غانم. يوم تشوفك امك هالحين صحتها راح تتحسن. يا ام عبد الله يا جود بسرعه. تفضل يا ولدي استريح استريح. حي الله من جان اليوم. اديته حقنة وان شاء الله بيرتاح عليها، بس سيبه يرتاح خالص شوي. طمنا عليه يا دكتور. والله ما اخبيش عليكم، واضح انه تعرض لصدمه جديده وقلبه ضعيف، والحمد لله ان ده حصل وهو هنا وانتوا تصرفتوا بسرعه. والا ايش قصدك دكتور؟ يعني كان بيموت؟ وبعدين عبد الله اللي تتكلمين عنه هذاك مات انتهى، الحين في عبد الله الجديد هنا. ايش فيك هبيت يوم جبت سيرته؟ لهالدرجة مسوي لك رعب؟ ماما لا تقلقي، مهما كانت النتيجة أنا مستعدة لها. مزج من أخو الكبير لأختها الصغيرة، ما ليش؟ الحين أنا ليش كل ما أقول كلمة تجي تدخل أخت أخو أخت أخو؟ شو السالفة؟ وش اللي أنت وياه؟ لعلمك الدين ما علمك كيف تحترم أمك؟ بس هيدي خصوصياتي خالتي مو من حقك. شو؟ قلت لك من البداية إن هالرجال ما وراه إلا المشاكل. الساعة 10:30 يكون الفيديو انتشر على أي تليفون موجود على الأرض.